نحبك نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. يسوع نحبك نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. مجدا لاسمك كل المجد والكرم.
وأسبح اسمك أهديك كل المجد والكرامة أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك أنت عظيم ليس مثلك يا الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. في ناس بتقول بالروح بالروح القدس ممكن بالروح والحق، وفي ناس بتقول بالروح القلبي الداخلي ممكن سواء دي أو دي. ينبغي بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا.
نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يفدي من الحفرة في حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة الذي يفدي من الحفرة في حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب باركي يا نفس الرب
ما أحوج كل أعمالك لمرحمك، مرحمك الجديدة في كل صباح، مرحمك اللي تيجي علينا وتغطينا وتسترنا. الستر يا رب، ساكن في الستر، في ستر العلي. هو احنا هينفع نسكن فين غير في سترك؟ ده احنا بنغني وبنقول في سترك أنام تحت ظل جناحيك يا رب يا رب. يا صاحب، يا مصدر المراحم، يا مصدر الإحسان، ويا ريتها حتى رحمة، لكن مراحم كثيرة، أمانة كثيرة من أجل محبته غمرتنا. رب غمرتنا، إحنا مين عشان تباركنا البركة دي، عشان ترحمنا بالرحمة دي، عشان تسترنا بالستر ده. رائع يا رب، رائع يا رب. مكسور القلب ترفع، قريب من المنسحق الروح والمنكسر القلب. رائع يا رب، رائع، قريب من الذين يدعونك بالحق. تفرحني وتعزيني يا رب، وتعزي كل واحد محتاج لقربك ومحتاج لحضنك الدافئ. أنت قريب لكل الذين يصرخون ويدعون إليك بالحق، بالروح والحق. ممكن تقبل عبادتنا؟ ممكن ترانا من خلال يسوع بحق المائدة اللي هنلتف حواليها، بحق الدم والجسد المكسور؟ ممكن تقبل العبادة دي ضعيفة في شخص يسوع؟ لو سمحت، أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك. Today, Assis asked me to do a mini sermon for all of you that I did for the youth a little while ago, and I'm very excited. Thank you so much. And I'm going to be talking about Jonah and the big fish. So in the story of Jonah, we all heard it a lot of times before, and Jonah ran away. He didn't want to go to Nineveh like God told him. He went to Tarshish, and he got swallowed by the fish. And then eventually he came to his senses and he went to Nineveh and he started preaching to all the people. And when he preached to all the people, he didn't really want to do it. He didn't do it with a willing heart. He just wanted to get it over with because he was swallowed by the fish and he knew that he was going to have to do it eventually. So after he went, he said he was talking to God. And in chapter 4, verses 2 through 4, he's talking to God that that he should just kill all the people, and saving the people wasn't what he told Jonah was going to happen. So he was really upset about it. And in the Bible it says, so he complained to the Lord about it. Didn't I say before I left home that you would do this, Lord? This is why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful and compassionate God, slow to get angry and filling with unfailing love. You are eager to turn back from destroying the people. Just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. And God answers him and says, is it right for you to be angry about this? And I really like this verse because sometimes we're so concerned in what we think is going to happen and what our plan should be and what we think is better to happen than God's will. But once we take a step back and see the bigger picture, it's not right for us to be angry when God's will be fulfilled no matter what we do.
So we have to trust him, and that's my first point, is don't judge other people for the sins that you might not fall into temptation for. Because the people of Nineveh were doing bad things, and Jonah saw what they were doing, and he was saying that they don't deserve to live and they all should die. But just a little earlier than that, he ran away from God. He's fighting with God. He was swallowed by a fish and was in the fish for 3 days and was praying and repenting to God to set him free. And after he set him free and he didn't die, which he should have, he is still complaining that other people should die, even though he wasn't perfect himself. So even though people may sin and we see it and they fall into temptations that we don't normally fall into, it's not right to think that we're better than them or they deserve a different kind of punishment when we have to take a step back and not be angry about it, like God says, but to take a step back and reflect on ourselves and our situation to see what we're doing wrong. It's not just all about us and what we think is right. God's will is going to happen, and we could be a part of it, or we don't have to be a part of it. He will find somebody else. And my second point is to be the big fish in somebody else's life, because if Jonah was never swallowed by the big fish, he would have never repented to God. He would have never done any of this, and he wouldn't have eventually done God's will and saved 120,000 people, it says in the Bible. He wanted 120,000 people to die, but he saved them, and he didn't even think about that. He didn't think that he saved all these people, but he did, and it was all because of the fish. So even though some people, they do things, it's our job to tell them the hard thing, that they need to go repent about it, or they need to go apologize, and they need to go do the right thing, even if it's not what they want to hear. Jonah didn't want to be swallowed by the fish, I promise you, but he had to be swallowed by the fish to be guided in the right direction. So we have to tell our friends and keep each other accountable on what to do and what's right, even if it's not what they want to hear, because it'll lead them in the right direction to God. And in the Bible, when he was in the fish in chapter 2, verses 7 and verse 9, it says, "As my life was slipping away, I remembered the Lord, and my earnest prayer went out to you in your holy temple. But I will offer sacrifices to you with songs of prayer, and I will fulfill all my vows, for my salvation comes from the Lord alone." He would have never repented. He would have never learned that God is the only way if it wasn't for him reflecting on himself and someone or something doing something about it. So let's all be big fishes in other people's life, and let's all be the change for other people to lead them in the right direction to God, because at the end of the day, we're all trying to go to the ultimate goal of heaven, and we're all trying to all make it, and none of us really know what we're doing, but we all have to help each other so we can all get there and be with God. Thank you, everybody. تيجوا نسمع الكلام، تيجوا نخرج بره اهتماماتنا أو بره المقاومة اللي جوانا أو الإدانة على ناس مش عاجبيننا. تيجوا نحاول، تيجوا نقول بالدرس اللي لارا علمته لنا من كلمة الله، أنا هرجع. صحيح يمكن أنا بحاول أروح ترشيش بقالي كتير، إني بكره نينوى أو خايف هيعملوني إزاي. تيجوا نحاول نرجع، أنا هرجع لمكاني، أنا هرجع للمكان يمكن مش اللي أنا برتاح فيه، لكن أنا هرجع للمكان اللي أنت قلتلي روحه، روحه واعمل فرق. خليك أنت الحوت أو خليك أنت الصوت اللي ينقذ 120,000 ياللي انت اشفقت على يقتينا. يلا نقف يا جماعة. في كل يوم فاكر في يوم
نرنم ونقول فوق كل سيادة، فوق كل رياء. مش معقول نبقى بنقول احنا ايماننا يا رب، ايماننا ان انت فوق كل رياسة وفوق كل سيادة، وما نقولش صوت في حياتي، صوت في حياتي قد استولى علينا سادة. يا ريت سيد واحد سادة سواك، قد استولى علينا سادة سواك. وانت سيادتك يا رب للحرية، انت ايدك في حياتنا وسلطانك في حياتنا للحرية، مش كده؟ احنا مصدقين ده، احنا مصدقين ان سيادته على حياتنا سيادة بالحب والتحرير وشفاء النفس المكسورة. صوت في حياتي الحياة يا رب، الحقيقة أنت اللي قلتها، أنا مالي، أنت اللي قلتها، تعالوا إلي وأنا. صوت يا يسوع في حياتي. ايامي وحدك مالك امري،
بالهتافات بالهتافات والتسبيحات نخدم حروفنا منتصرين والأغنيات رفع الغايات رايات النصرة بيك نرفع اسمك نرفع اسمك يا ابن الله أقسى كلمة ممكن تسمعها منه الكلمة اللي أتمنى موت ولا أسمعهاش أنا لا أصعد في وسطك لأنك صلب الرقبة عنيد مش راضي تسمع مش راضي تسمع الكلام مش راضي تطيع مش راضي تتجاوب مع حبي موسى روحوا للشعب لا أصعد في وسطك انتوا صلب الرقبة يا موسى شعب صلب الرقبة أرسلت إليكم مرسلا ومكلما لسه شعب صلب الرقبة لا أصعد في وسطك قاعد يترجى قف الثغر يترجى لا بص لا مش هتحرك خطوة 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 واحدة مش هاخدها إن لم يسر وجهك أمامي حلتنا إيه يا رب ها إحنا كده ككنيسة حلتنا إيه كلنا على بعض قول كده لو شاطر تطلع حاجة واحدة بهذا نمتاز انت موجود وسطين فقال له خلاص خلاص وجهي يسير فأريحك خلي حضورك يملى عينينا مستحق كل المجد خليها تكون طلبتنا النهاردة ها يعني عايز ارجع وكأني بقولها لأول مرة مستحق كل المجد يا رب لما نيجي نقف قدامك اللي صلب الرقبة العنيد المتكبر المرتفع العالي اللي حاسس انه جبال وهضاب تستوي امامك واللي حاسس انه ولا حاجة واللي حاسس انه ولا حاجة اللي حاسس انه وديان تيجي يا رب
تيجي وتساوي الأرض مستحق كل المجد يا يسوع. بعدها هنقول له بقى لما تيجي بحضورك في وسطنا ويرتفع يسوع بينا. ايه ده؟ لو ده يحصل يا رب علشان دقناه لما بتيجي في وسطنا ويرتفع مجد يسوع. يا يصغر العالم، تصغر الطموحات، تصغر النجاحات، تصغر الانجازات، تصغر اي حاجه ويرتفع يسوع ما بيننا. طيب خلينا نقول له يا رب انت مستحق كل المجد، ونقول له خلي حضورك لو سمحت، لو سمحت خلي حضورك يملانا ويملى حياتنا ويقودنا. وبعدها نقول لما انت بتيجي بحضورك في وسطنا بتبقى حاجة تانية خالص، مش صح ولا ايه؟ مستحق، مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بي، مستحق كل المجد يا يسوع. لما يجي وقف قدامك يا يسوع، لما يجي وقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهجور يدني، لما يجي وقف قدامك يا يسوع. خلي حضورك يا رب، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، نورك يملى علينا يا يسوع، نتغير وعلينا تشوف مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، خلي حضورك يملى عليا، خلي حضورك يملى عليا يا يسوع، خلي حضورك يا يسوع، هتغير وعليا تشوف مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى عليا يا يسوع. لما تيجي بحضورك في وسطنا، هنقولها واحنا مصدقين كل كلمة فيها يا رب، ان انت لما بتيجي بيحصل اختلاف. لا، بيحصل اختلاف جذري. تفتح عينين الضرير، ايوه يا رب محتاجينها النهارده يا رب، احمينا لحسن نقول او نفتكر اننا مفتحين زي يوحنا 9. انت بتتكلم علينا وتقول عميانا لهم، لا ده انتم مفتحين خالص، وانتم محتاجين حاجه تفتح عين الضرير يا رب. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا، ارتفع يا يسوع ما بينا، المس الحضور بروحنا، والسماء تترفع على يا يسوع من كل قلب.
فريق يتفضل لانه اكيد تعبوا يعني. معلش بقى تعبوا اكيد فهم بني ادمين برضو يعني. كل حاجة. اتخيل او لو حصل اكيد حصل مع كتير مننا, بس تخيل ان انت بتودع واحد غالي عليك او ايه اخر حاجه تقولها له يعني, وانت بتودعه في اخر لقاء, وانت بتودعه في المطار بقى ولا على محطه القطر, لما خلاني اغلبهم سابوا مصر في الستينات وجم على أمريكا, وأنا كده عيل منساش لحد النهاردة. أمي كانت بتصمم, هم يقولوا لها خليكي في البيت ما تجيش معانا المطار, تقول لهم لا لازم أجي, هم عارفين إيه اللي هيحصل في لحظة الوداع, عارفين ايه اللي هيحصل. كانت هي بتنهار والرجالة اللي بشنبات عشان دي اختهم الكبيرة اللي ربتهم بينهاروا زي العيال الصغيرين. اللحظة اللي ودعنا فيها اهلنا واحنا جايين من 21 سنة, لما رحت زرتها وعملت مش قادر اعود لأسباب كتيرة, بس منها أني مش قادر أبص في وشها, وعمال أصلح لها الستاير وأروق في مش عارف إيه, لحظة الوداع. ورغم أني كنت حاضر في كل مرة كانت بتودع إخواتها, عمري ما سمعت الصوت ده, صوت البكا والعويل والنوح, إلا وأنا خارج مش راجع تاني, او مش عارف هشوفك تاني ولا مش هشوفك تاني بعد ما تسافروا امريكا. لو بتودعوا تخيل, او لو انت ودعت واحد, ايه اخر كلمات هتقولها له يعني؟ تعال نفكر سوا كده ونخمن, مثلا هتوحشني قوي مثلا, يمكن كنت اقول دي بقى, انا بقولها كتير وخصوصا على حد زي صديقي واخونا رينو سمعان, لما راح السما كنت بضرب دماغي في الحيط واقول يا ريتني كان هو بيجري وراه كل شويه عايز يقعد معايا, عايز ناكل مع بعض, عايز, وانا كنت بقعد اقول له لا 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 كل فين وفين. لما فيمكن وانا بودع واحد اقول له كان حقيقتي قعدت معاك وقعدنا مع بعض واستمتعنا ببعض,
لأن اللي أنا كنت عامل نفسي مشغول فيه ما يستاهلش العلاقة اللي بيني أنا وإنت. يمكن أقول اللي ماشي ومش عارف إذا كنت أشوفه تاني ولا لأ، اللي سايبني أو أنا سايبه، مش عايزين نقطع الوصال، مش عايزين نقطع الوصال. الكلمات الأخيرة اللي قالها لأكتر من حد، هو اتعود إنه يودع الناس، فيروح حتة ويعيش معاهم ويباركهم وبعد كده يودعهم، ويروح حتة تاني يا عم ارحم نفسك بقى، انت كده كل شوية بتجرح في روحك. ولما كان في أفسس وماشي، لو تفتكروا الكلام ده كان من أسبوعين لحد قبل اللي فات لما شاركت بالرسالة دي، قال لهم الكلمتين دول. مش هنقرأ النص لأنه طويل، بس هنقرأ كلمتين من الجزء اللي منكم كان موجود ويفتكر الكلمات دي. قعدوا يبكوا، قال لهم أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا. يمكن زي ما لارا كانت بتشاركنا من شوية، يونان مش عايز يروح نينوى، مش عايز يروح نينوى. واحد متساء وهو مربوط، تفتكروا مبسوط قوي يعني؟ مش مبسوط قوي. فبيقول له أنا رايح أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك. وقتها الكلمة اللي قعدت أكرر فيها، ويمكن كانت هي عنوان بتاع الرسالة دي، هي الكلمة اللي هتشوفها دلوقتي حالا، سيب، بس سيب تأثير. سيب، لو هتسيب بقى بلدك زي كلنا، لو هتسيب شغلك سيب، بس سيب تأثير. أفسس، أنا أذهب وادي تاني محطة بيودع فيها. ربنا يعينك يا بولس. بص في الجزء اللي هنقراه مع بعض، هاخد كلمة واحدة، تيموثاوس الثانية 4:6-8، هاخد كلمة واحدة. أنا بودعك يا تيموثاوس، أنا بودعك، أنت غالي عليا قوي تيموثاوس. إيه آخر كلمة هتقولها لي يا أستاذي يا معلمي بولس؟ الحقيقة مش عارف يعني، اطلعي ده، أنا كنت نفسي أسمع منك، وحشني قوي تيموثاوس، هلاقي زيك فين انا؟ هو بس على فكره ما كانش رايح حته تاني، دي خلاص اخر كلمات قبل ما يروح السماء. وانتوا فاكرين الايه دي، اسكبوا سكيبا ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي والى وحفظت الايمان، والى اخر الكلمات دي. هناخد كلمه واحده دي، هو بيقول له اسكبوا سكيبا. الأولانية وهو سايب أفسس، سيب بس سيب تأثير. ودي وهو سايب تيموثاوس تلميذه الحبيب، ابن الصريح والحبيب في الإيمان، سيب بس. أنا كبولس بقول لك أهو يا تيموثاوس، لو عايز يبقى لك تأثير سيب، بس سيب كل حاجة. ليه؟ جبنا منين الحكاية بتاعت سيب بس سيب؟ واخد بالك يعني سيب كل حاجة؟ ها؟ يعني أنا فعلا كنت سرحان في الكلمة دي، وعملت بإيدي كده وأنا بقراها، عملت بدراعاتي كده، سيب كل حاجة. ليه بيقول له سيب؟
بس لو عايز تسيب تأثير لازم 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 هتسيب كل حاجة. ليه؟ حط قدامه صورة، صورة رسم قدامه إيمج بيرسمها بالريشة الفنان بولس الرسول، بيقول له إيه؟ إني الآن أسكب سكيبا. الصورة دي متاخدة منين؟ أفتكر هتقدروا تسبقوني وتقولوها. الفكرة بتاعت أسكب سكيبا متاخدة منين؟ من سكائب. يطلعي السكائب دي متاخدة من الهيكل. متاخدة منين في الهيكل؟ متاخدة من على المذبح. كان في ايه على المذبح؟ باين من اسمه، في ذبيحة. وكانت الذبيحة دي حاجتين اللي بيحصلوا، بيصفوا دمها. يعني ايه صفوا دمها؟ يسكب كل الدم. يعني ايه يسكب كل الدم؟ هو الدم ده بيعبر عن ايه يا ربي؟ بيعبر عن ايه يا ربي؟ بيعبر عن ايه؟ عن الحياة، مش كده؟ بيعبر عن النفس، مش كده؟ فالذبيحة لما يسكب الدم، اسكبوا كل حاجة. لو عايز يبقى لك تأثير يا تيموثاوس، مش هتدفع بس، مش هتنصح بس. أنا فاكر، أنا أظن، وخصوصا أن أنا يعني بتاع الكلام والوعظ، تهيألي أن التأثير اللي هعمله بالكلام، فاكرين الترنيمة اللي لسه مرنمينها من دقايق بتقول إيه؟ مش بس لساني أو كلماتي، مش كده برضو؟ فإحنا في ناس مننا بتهيألهم أن التأثير ده بيجي بالنصح، بالإرشاد. خليني أقول لك يا حبيبي، أنت زي ولادنا برضو، إحنا لما كنا قدك كنا متهورين زيك كده. تعال يا ابني، تعال الآن وأنا أعلمك وأرشدك الطريق التي لا 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 لا. بص يا تيموثاوس، لو عايز يبقى لك بجد تأثير، مش بس هتسيب تأثير، سيب بس سيب تأثير، لكن سيب وهتسيب كل حاجة. والسكائب دي يا جماعة مش بس من دم الذبيحة، لكن السكائب دي كانت بتسكب. عارفة عارفة لما بتبقي في المطبخ وبتعملي عرق لحمة ولا فرخة؟ احنا عندنا أزايز ملهاش أول من آخر، إزازة رفع كده، إشي معرفش بتاعت فينيجر إيه، وإشي بتاعت صوص إيه، ودي الحتة اللي بترشيها على الفرخة بتسكبيها على الصدر، ودي الإزازة اللي جنبها بتسكبيها على الورك، ودي على الطبلة، وده على المشع. فنقعد نلاقي هذه السكائب هي بالضبط نفس الحدوتة اللي كانت بتحصل على المذبح. سكائب. تيموثاوس، عشان يبقى لك تأثير، عيش بالشكل ده اللي أنا عشته. أسكب سكيبا، أنا عشت طول حياتي كذبيحة، أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. ها؟ وغير كده مش هتخلي روحك، مش هتبقى خايف على اللي في إيدك قوي، مش هتبقى خايف على اللي في إيدك قوي. في نهاية حياته يا جماعة، شايفين؟ بولس الرسول لوحده تماما، معهوش فلوس، ما عندوش اي يعني برستيج كده، ما عندوش اي يعني منظر كده قدام الناس، لا عنده فلوس ولا عنده اصدقاء. ايه الجميع تركوك؟ هو يعني غريب عليا اما المسيح الجميع تركوه. فانا لا عندي فلوس، اصحابي
ولا عندي برستيج، وحتى حريتي فقدتها في السجن يا تيموثاوس. أنا فقدت كل حاجة، وزي ما كنا بنقول مع الفريق دلوقتي، بس أنت لما بتبقى في حياتي يا رب وحضورك يصغر العالم في عيننا، راح نشوف كله نفاية يا رب، بس تبقى أنت نصيبي، قابض قرعتي وكأسي. يا سلام، كفاية علي، كفاية علي. بولس كان تماما لوحده. قبل ما نرجع للعبادة والترنيم تاني يا جماعة في الوقت اللي بقى لنا، كلمة كلمة هتبص على كلمة كلمة من اللي قالهم المسيح اللي هتشوفها دلوقتي. ده كلام الرب يسوع المسيح في متى 10. بص في الكتاب المقدس من أوله لآخره في عندنا حاجة اسمها وعود. يطلع ايه الوعود ده؟ ها أنا معكم كل أيام إلى انقضاء الدهر. ده وعد، بوعدك أهو عشان تطمن، مش كده؟ ده وعد. في حاجة تانية اسمها الوصايا. يطلع ايه الوصايا ده؟ إن في أمر لازم تطيعه وتخضع ليه وتسمع الكلام وتمشي وراه. زي إيه مثلاً؟ لا تحسد، لا تزني، لا تقتل، زي أحبوا أعداءكم، باركوا. دي وصية كده زي السيف. ففي وعود وفي وصايا، صح؟ طيب يطلع إيه ده بقى؟ هل ده وعد؟ مش قوي يعني، ممكن، بس هو الحياة ما لا. بص بس كويس كده، ده مش وعد قوي. طب هل ده وصية؟ اعملوا لا برضو ما افتكرش. مال ده يطلع ايه؟ مادام لا هو وعد ولا هو وصية، ده يطلع ايه؟ يطلع مبدأ كتابي. يطلع مبدأ كتابي. يعني ايه مبدأ كتابي يا رب يسوع؟ يعني ايه مبدأ كتابي؟ يعني المبدأ الكتابي ده انا بقول لك هتعمل ألف هيحصل ب، هتعمل جيم هيحصل دال. بص الكلام ده هيمشي على راسك غصب عنن عينك، هيمشي في مصر والصين والهند وسوريا ولبنان والعراق والأردن، هيمشي في كل حتة. هيمشي سنة 30 قبل الميلاد، وهيمشي سنة 192 بعد الميلاد، هيمشي 2023، هيمشي في كل حتة. ده مبدأ، واخد بالك يا تلاميذي؟ ايه هو المبدأ يا رب؟ قال بيدور عايز يلاقي حياته. حياتي يا حياتي، مش بينده على على مراته يعني او كده، لا بيدور على حياته. حياتي انت فين يا حياتي؟ انت فين يا ماما؟ اللي بيحاول يدور ليه جبت يدور؟ هو بيقول من وجده، ما هي نفس الكلمة اللي في لوقا 15 يابا، بيسيب الضال حتى بيفضل يدور، بيسيب ال 99 ويفضل يدور على الضال حتى يجده. هي نفس الكلمة، هي وصاحبة العشر جروش دي، صاحبة العشر دراهم، التسعة بتركنهم على جنب وتفضل تدور وتكنس وتقلب الدنيا وتشيل الكنبات ومعرف ايه حتى تجد الدرهم المفقود. فاللي بيقول بيدور ويقلب ويتعب نفسه ويطرب حياته مش عارف ايه، بيدور على نفسه، بيدور على اللي هو عايز يعمله، مش مقيدا بالروح. زيك بالظبط يا يونان. يونان انت فاكر لارا يا يونان؟ فاكر لارا؟ مالها لارا؟ اللي قالت عنك ان انت ما كنتش عايز تبقى مقيدا بالروح غصب عن عينك. فاللي بيدور على نفسه، على اللي يريحه، على اللي يبسطه، على اللي يخش مزاجه، يضيعها، ضاعت. انا بدور على الدرهم ضاع،
أنا بدور على الخبوق ضاع. من وجد حياة من اللي بيدور. طيب من أجله ألقي إني أسكب من أضاع القارورة. لا ده إتلاف. إتلاف إتلاف ده عندكم أنتوا، عند التلاميذ، عندك أنت يا يهوذا اللي معاك الصندوق. لا ده مش إتلاف أبدا، بحسب مقاييس التجار إتلاف، بس أنا ما ببيعش ولا اشتريش، أنا بقدم حياة وخلاص وغفران. فاللي مستعد إنه يكسر القارورة من أجله ألقي تبري على تراب الأودية كما نرنم. من أضاع من إني أسكب سكيبا، أنا حياتي كلها ما خليتش فيها حاجة لنفسي، إني أسكب من أضاع حياته من أجلي فهذا يجدها. ممكن نصلي مع بعض دقايق من فضلكم، أو يعني مش دقايق، يمكن نص دقيقة بس. صلي وفكر. المقياس ده مش سهل يا رب. أنا بدور على نفسي، بدور على اللي أنا عايزه. أنا بدور يا رب على اللي أنا بكتبه لحياتي. اللي أنا بنظمه، اللي أنا بديله الأولوية القصوى في حياتي، حتى وإن كنت ما بقولهاش علنا، لأن المفروض لما يسألوني أقول أنا أولوية القصوى في حياتي هي مجد الرب يسوع، بس أنت داري وأنا داري. ممكن تعيني يا رب بالروح القدس، فيجي يوم أقدر أقول إني أسكبه من أجله ألقي تبري. ممكن تعني يا رب فأتجرأ أقول أقدر أنطقها، بقدم نفسي ذبيحة حية مقدسة مرضية. ممكن تجرأني، ممكن تديني غلبة وانتصار على نفسي وأقول إني بختارك، بختارك. أنت ما بتلويش دراعي، لكن أنا عايز أختار، أنا عايز أقدم. يمكن أنا عشت حياتي، أيوة مؤمن، ما أنا عارف من 76 وأنا مؤمن، ما أنا عارف، ما هياش جديدة عليا ولا على اللي حواليا، ما أنا عارف إن أنا مؤمن من سنة 76، لكن أنا مش بقدم نفسي، بقدم صلاتي، بقدم إن أنا بخدمك في كام ساعة كده في الأسبوع، بس إني لا أسكب. أنا يمكن أنفق لكني لا أنفق، بقدم نفسي واختارك تكون الأول. برجع زي ما أنا قلت من شوية يا رب، برجع أنا هرجع لك من تاني، زي يونان ما قال أنا هرجع لنينوى، وأنت لو دراعه علشان تقوله ترسله وخليت الحوت يلقي تاني عند نينوى، هترجعني للنقطة اللي يمكن أنا كنت بقاومها بقالي فترة. ما بتلويش دراعه، بس يعني عمال تقود فيه. فمن فضلك بص يا رب، يعني أنا عايز أرجع زي يونان، وعايز أرجع على الأسوار تاني، وعايز أرجع عن كل إله عبدته معاك، وأعلن سلطانك على قلبي لوحدك يا رب. يا رب يلا يا ناس، تعالوا نقدم حياتنا وكل مقاومة جوانا وكل عناد جوانا، وقبل أن نتمتع بالذبيح تعالوا نقف ونقدم إحنا حياتنا وأجسادنا. تعالوا نقف ونرنم. بقدم نفسي ذبيحة حية مقدسة ومرضية أمامك، كل فيه عندي
يشفي ارتدادي قد سنين ويعود يصنعني بناء يحمل مجدا برجع عن كل إله عبدته معاه وعلم سلطانك على قلبي الوحدة روحك يشفي ارتدادي قد سنين ويعود يصنعني بناء يحمل مجدا